السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احلى جمهور في الدنيا واحلى متابعين. اخباركم ايه يا جماعة؟ انا بشكر يا جماعة من خارج مصر وداخل مصر على دعمكم لينا وتشجيعكم معانا ووقوفكم جنبنا، شكرا جدا جدا لكم. وانا يا جماعة عايز اطلب منكم طلب ان انتوا تدعم لبنت اختنا قناة تاتي واحفادي، بنتها مريضة جدا وتعبانة وفي المستشفى، ادعوا لها بالشفاء العاجل. دلوقتي بقى يا جماعه احنا جايين الفيديو بتاعنا فيديو جديد خالص. النهارده احنا قررنا نزرع في السطح حمايه يا جماعه، اللي هو بابا، انا حمايه بقول له يا بابا قرر يا جماعه ان هو يزرع في السطح، هنزرع باميه واناناس. وتشوفوا معايا كمان هو جايب التين اهو وكوسه، بيقول لكم كوسه هو جايب يا جماعه التين اهو اللي هنزرع فيه. طبعا هنزرع الباميه والاناناس والكوسه، ده التين هو جايبه اهو، وهو ده المشمع اللي حاطه دلوقتي على السطح فوق. دلوقتي يا جماعه انتوا شايفين اهو، حماية جايب صناديق اهي حاطط فيها التين اهو، وحط فيها ميه كمان. شايفين المنظر اهو؟ هي اهي يا جماعه، ده يا جماعه بتاعت الاناناس، ده البذر بتاع الاناناس. صح يا بابا؟ اهو حط البذر الاناناس اهو في التين. اهو يا جماعه هو بيحط البذره اهو بتاع الاناناس اهو، وبيغطي عليه التين كمان اهو. وان شاء الله يا جماعه يكون خير باذن الله، وما تطرح باذن الله يا جماعه واناناس يعمل. انا هوريكم برضو فيديو تاني اهو، شايفين؟ برش عليها ميه كمان اهو. ده يا جماعه بوكس تالت اهو، برضه هتبقى اناناس. هو كده معانا ثلاث بوكسات اناناس اهي. ده بقى يا جماعه البوكس الرابع، ده بقى يا جماعه كوسه، انتوا شايفينه ده كوسه اهو، شوفوا مع ملوخيه. يقولون كده بابا البذر بتاع الكوسه اهو، اهي ده بذر الكوسه اهي اللي احنا نزرعه اهي. ده صوت الهواء اللي هو فوق السطح. الدنيا عندنا اخر النهار بتبقى هوا جامد. عشان احنا طبعا بحري. اهو دلوقتي بيحاول يدخل بذره بذره جوه الطين اهو. شوفهم مش على الميه اهي. ماشي يا جماعه الدوشه، دوشه الشارع تحت. وان شاء الله يجعل حصاد خير باذن الله. اصل بصراحه يا جماعه الحاجه بره غلت جامد، والاسعار في السوق بقت اسعار رهيبه، كل يوم الحاجه بسعر. عشان كده قررنا ان احنا نزرع على السطح. وبعدها بره الحياه كلها كيماوي،
اكل كله بقى وحش وكماوي، حتى لو غسلتيه كذا غسله والله برضو بيوجع البطن. الحمد لله على كل حاجه. قولوا لي برضو ايه رايكم برضو في الزراعه دي، ولو عندكم فكره تانية نزرع حاجه تانية قولوا لنا. قولوا لي برضو في التعليقات نزرع ايه، لو انتوا شايفين حاجه تانية تتزرع برضو فوق السطح. دي بقى يا جماعه الصناديق بتاعه الباميه، بكره ان شاء الله نزرعوها مع بعض برضو واوريكم برضو الزراعه بتاعه الباميه. اهي دي 3 صناديق، يبقى احنا كده هنزرع اللي هو الاناناس والكوسه والملوخيه والباميه اهي، وان شاء الله برضو بكره هتشوفوا الباميه معايا برضو هي بنزرعوها. وفي جزء تاني ان شاء الله نشوف بقى الايه الحصاد بتاعنا لما يكبر باذن الله، اناناس لما يطلع وكده. دي بقى يا جماعه الباميه اهي شايفينها، بكره ان شاء الله نزرعوها. بحاول اوضحها لكم اهي، ان شاء الله بكره نزرعوها. هو ده البذور بتاعت الباميه، يعني بتتبل وتصبح الصبح نزرعوها اهي. بيقول لكم بابا عشان تتبل نصبح الصبح ان شاء الله نزرعوها اهي. البوكس اهي يا جماعه جبناه هنا على جنب اهي، دي هنزرع فيها الباميه اهي، ودي اللي فرحها اللي احنا حطينا فيها الاناناس اهو. شايفين البذر بتاع الاناناس ده؟ البوكس الاول بتاع الاناناس اهو، وده التانية برضو، ودي التالتة برضو بتاعت الاناناس. دي بتاعت الكوسة اهي، هي يا جماعة الكوسة الملوخية اهي في صندوق واحد اهو. حاجة بره بصراحة كلها كمية بقت وحشة، قلنا نعملها بقى هتبقى زرع بتاعنا بيتي وحلو ويبقى عندنا في البيت من الحصاد بتاعنا احنا اهو. قولوا لي برضو ايه رايكم، وعرفوني لو عايزين اي حاجه نزرعوها قولوا لي وانا اعملها. جبنا برضو يا جماعه البوكس التاني اهو فرح الباميه معانا كده، الاثنين هما بتوع الباميه اهي. حطينا دي بتاعت الباميه لسه هنحطها بكره، ودي عشان الباميه بيقول لازم تتبل، حماها هيبلها بابا يعني هيبلها في ميه، وبكره ان شاء الله هيحطها هنا ايه في الزراعه بتاعت الباميه اهي. ما تنسوش بقى يا جماعه تدعمونا وتسمعوا لنا الاعلانات، وشكرا لكم 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 جدا على دعمكم معايا ووقوفكم جنبي، واشكر جدا من خارج مصر ومن داخل مصر واصدقائي احبابي، شكرا لدعمكم ليا. وما تنسيش برضو يا جماعه تدعم لبنت اختنا تاتي واحفادي بالشفاء العاجل يا رب، لانها في المستشفى وبين الحياه يعني بالمستشفى، الحمد لله ان هي فائت يعني، هي كانت في العنايه والحمد لله ان هي فائت. وادعوا معايا برضو ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وشكرا لكم ودعمكم ليا. ومع السلامة.